اولا اهلا بحضراتكم مره تانية او يعني مره جديده. المهم ان احنا نبدا مع بعض بقى برنامجنا التاسعه وفقراته المختلفه والمتنوعه. بس جاي في بالي بجد والله سؤال يعني بفكر مع حضراتكم فيه بصوت عالي كده، هو ايه احساس الاخوان واعلام الاخوان بالنجاح الحمد لله والشكر لله اللي مصر حققته في شرم الشيخ ده؟ بكلمك بجد، مش بس نجاح القمة، لأنه نجاح القمة ده ليه أكتر من عامل وتقدر تبصله من أكتر من زاوية. يعني تقدر تبص مثلا النجاح الفائق للتنظيم، وده بشهادة 120 رئيس دولة اللي زارونا، خد بالك، وعندنا بقى الوفود بتاعة 197 دولة، الكل أجمع، يعني إجماع، مش بقى أغلبية، لأ إجماع، إنه التنظيم تنظيم فائق وأكتر من رائع، وده مشهود بيه في أكتر من وكالة دولية وعالمية من وكالات الأخبار اللي تناقلوا هذه التصريحات، سواء كانت لرؤساء الوفود أو رؤساء وزعماء وقادة الدول اللي نورونا. ده واحد، واللي زالوا بعضهم منورنا حتى هذه اللحظة. أدي واحد. فيبقى تقعد تفكر كده، يا ترى الإخوان لما رهنوا على وهيعرفوا مش هيعرفوا وهيفشلوا ومصر مين اللي تقدر تعمل قمة عالمية بهذا الحجم طيب أدي كده إيه أول جون، وفي نفس الوقت أول لطمة على أقفية الإخوان. طيب تيجي تشوف اللي بعده، قال لك خد بالك بقى، على فكرة مصر بتصرف على القمة، فتيجي الأمم المتحدة تقول إحنا اللي بنصرف على القمة لأنه دي قمة تنظمها الأمم المتحدة على الأراضي المصرية، فيترك لمصر التنظيم والفعاليات وما إلى ذلك، وإحنا علينا المبالغ. طب ده كده اتنين. طيب طق. طيب تالت نجاح، لما تيجي تشوف، خد بالك بقى هنا إزاي تحولت القمة من قمة التوصيات 26 مرة لأول مرة تتحول إلى قمة التنفيذ. طيب أربعة، لما تيجي تشوف إزاي مصر واخدة إفريقيا على عاتقها وتحاول أن تصل بها إلى الهدف اللي هو إيه؟ إفريقيا قارة نظيفة، إفريقيا قارة حديثة، إفريقيا قارة اقتصادها بإذن الله سبحانه وتعالى يتطور ويستمر في تطوره لحد ما تعدي على بر الأمان. فتشوف إزاي مصر ساعدت في إيصال مجموعة من التمويلات والشراكات وحتى المنح إلى الدول الإفريقية. خمسة، إزاي مبادرة حياة كريمة المصرية الخالصة القح، اختراع مصري، تبدأ تتحول حياة كريمة إلى اختراع، أو بالأدق تتحول إلى مبادرة قارية، فتبدأ تتحول حياة كريمة من بس الواقع المصري إلى الواقع الإفريقي، وتبدأ تتبناها الدول الإفريقية، وتبدأ تشوف مصر بتشتغل إزاي علشان تشتغل زيها، وتبدأ تطلب الخبراء المصريين من مؤسسين والعاملين بهذه المبادرة أو تحديدا المتطوعين في هذه المبادرة عشان ينقلوا لها التجربة. ست، أنا هاجي لك على طبعا الحاجة الكبيرة حطها في الآخر خالص. ستة، لما تيجي تشوف هنا بقى إيه المباحثات السياسية التي تمت ما بين رؤساء وقادة الدول اللي نورونا مع رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وإزاي كانوا بيتكلموا معاه، وشكل التواصل معاه، وشكل الحديث، وشكل المودة والترحاب، وحط بقى ما بين قوسين وكل الاحترام في التواصل مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أظن بقى حضرتك تقدر تشوف كل المشاهد دون أن أعدد لك، يعني هكلمك على الكلام مع بايدن، ولا الكلام مع ريشي سوناك، ولا الكلام مع نانسي بلوسي، يعني حدث ولا حرج، كويس، فهتتعدد المشاهد، فهناخد وقت طويل جدا. وبعدين تيجي تشوف يقول لك إيه، ومصر أصلها هتستفيد اقتصاديا، ده بيضحكوا عليكم، فتجد إنه عندك شراكات، خد بالك في فرق كبير ما بين مصر تروح تمد ايدها ومصر كبيرة تقول لأ تعال شاركني، فتعمل شراكات وتمويلات وحتى تعاون مع أكبر دول العالم على المستوى الحكومي وأكبر شركات العالم على المستوى الاستثماري، فإنك تعمل شراكات اقتصادية متعلقة بالاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومش عارف التعدين المائي ومعالجة المياه ومشاريع لإنتاج الطاقة من الرياح ومش عارف إيه من الشمس وتحلية مية بحر. إيه ده؟
ايه ده الارقام، انا بس مش عارف احسبها بالمظبوط يعني، بس الارقام اظنها قاربت 15 مليار دولار شراكات مع مصر. نجحت ولا ما نجحتش؟ السؤال الثاني، وهو هنا السؤال الذي يبدو هامشيا بس مهم انك انت تفهم المغزى منه. يا ترى الاخوان حاسين بايه لما كل مره رهانات الاخوان تفشل فشلا ذريعا؟ انا بقى بقول لك المغزى من السؤال، اوعى في لحظه، اوعى في لحظه تفقد ايمانك باللي بيحصل في هذا الوطن. اوعى في لحظه يساورك الشك تهتز خالص. كل مرة الدولة بتثبت لك انها صح، كل مرة الدولة بتثبت لك انها بتشتغل علشانك انت، لمصلحتك انت بشكل مباشر. ايوه انت، انت فاكر المشروعات دي عبارة عن ايه؟ المشروعات دي مشروعات هتشغلك، تشغل البلد، تكسب البلد وانت تكسب، البلد تشتغل وحضرتك تحصل على فرصة عمل، البلد تصدر فانت حياتك تبقى أفضل، البلد تشغل مصانع فتنتج أكتر فانت تبقى أفضل، وهكذا. شرم الشيخ لم تنتهي عند هذا الحد، ومش بس الحد يوم 18، خد بالك نتائج قمة شرم الشيخ هتفضل مستمرة معانا إيجابيا سنين لقدام، ومع تواصل يعني وقائع قمة شرم الشيخ كوب 27 قمة المناخ، ومع المشاركة الدولية واسعة النطاق، ومع وجود أول قمة تنفيذية لقمم الدول المشاركة في قمة المناخ، 197 دولة باختصار شديد. خلونا ينضم معنا من شرم الشيخ موفد التلفزيون المصري صديقي العزيز زميلي الرائع يوسف عبدين. احكي يوسف، قبل ما تحكي لي على شرم الشيخ، يوسف انت يعني ما شاء الله دايما كده منورنا البدله والكرافته، الكرافته دي حلوه يا يوسف. بص انا ما بلبسش كرافتات، بس انا هقلب الكرافته دي اول ما ترجع وش اعتبرها عندك خلاص حبيبي. اداه ايدو. مساء الخير يوسف، مساء الخير على كل مشاهدينك الكرام. النهارده يوم مليء بالجلسات في قمه المناخ كوب 27، قمة التنفيذ كما أشرت يوسف، وكما تؤكد دائما أنها قمة مختلفة تماما عن 26 قمة اللي فاتوا، قمة تنفيذ التعهدات. العالم كله بينظر إلى مصر بالفعل يوسف على أنها قمة مختلفة تماما. النهاردة علشان ندخل في الموضوع مباشرة، كان يوم مليء بالجلسات حوالين موضوعين في غاية الأهمية. موضوع النوع الاجتماعي أو دور المرأة في قضية تغير المناخ، وقضية المياه والتنمية المستدامة لتنمية موارد المياه. خليني أبدأ بقضية النوع الاجتماعي أو المرأة، وربما هتسأل البعض إيه علاقة المرأة بالتغير المجتمعي. زي ما احنا عرفنا من قمة التنفيذ من خلال التكثيف على العناصر المشتركة في مسألة التداعيات المناخية أو التغيرات المناخية، إن العنصر البشري كان عنصر عليه مسؤولية كبيرة في مسألة التغير المناخي. السلوك البشري بوجه خاص كان عليه عامل كبير جدا أيضا من عوامل التغيرات المناخية. من هنا كان اليوم وتسليط الضوء على دور المرأة في قضية تغير المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية. المرأة يوسف هي مسؤولة عن الوعي، مسؤولة عن ترشيد الاستهلاك، مسؤولة عن حماية البيئة وتنمية الموارد أو إدارة الموارد، مسؤولة كمان عن السلوك البشري داخل الأسرة المصرية لو اتكلمنا بوجه أبسط، علشان نبسط الأمور أكتر على مشاهدينا منين بيجي تأثير العنصر البشري على قضية تغير المناخ. كل سلوك بشري الإنسان بيعمله بيبقى مسؤول فيه بمسؤولية مباشرة وغير مباشرة على تغير المناخ. عشان كده كان النهاردة إبراز القضية دي تحديدا، قضية علاقة المرأة بالتغير المناخي، وتوفير منصة لمناقشة أهم التحديات في القضية دي، وكمان مشاركة قصص نجاح من مختلف دول العالم لزيادة الوعي وتبادل الخبرات ما بين الموجودين. لو دخلنا في الجلسات، كان في جلسة رفيعة المستوى تناولت صوت القيادات النسائية في مناقشات المناخ، وندخل أكتر لمصر وبنتكلم على المستوى المحلي. مصر كان من أوائل الدول اللي المرأة المصرية فيها كان لها دور كبير جدا في مواجهة تغير المناخ، لأن مصر مش بتعمل على مسألة تغير المناخ من السنة دي أو من السنة اللي فاتت، لا من قبلها بكتير.
كان في تعاون ما بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة في الملف ده تحديدا، كان في قصص نجاح شهيرة، وخليني أختصر كل القصص النجاح في قصة كانت مشهورة جدا لسيدة مصرية المهندسة منى الخضيري رحمها الله، اللي اختلتها جائحة كورونا قبل ما تشوف مشروعها المتميز جدا على أرض الواقع منفذ، واللي نفذه كتير جدا غيرها من الشباب المصري ومن النساء المصريات، مشروع البيوجاز. أنا عايز أتكلم يعني باختصار عن المشروع ده يوسف، إنه مشروع مهم جدا من صعيد مصر للدلتا اللي عندنا في كفر الشيخ، في مشروع كبير جدا كلف حوالي 37 مليون دولار لمشروع البيوجاز. مشروع البيوجاز هو استخدام المخلفات البشرية أو مخلفات الصرف الصحي ومخلفات الحيوانات في إنتاج الغاز وإنتاج الكهرباء، وأيضا بيخرج منه في الآخر سماد عضوي صديق للبيئة. مشروع صديق للبيئة وبيطلع منه منتجات كتيرة جدا صديقة للبيئة. كانت المرأة المصرية كان لها دور كبير جدا في الجزئية دي، الجلسات كانت متعددة جدا وركزت على أهمية مشاركة المرأة في قضية تغير المناخ، وأيضا تكثيف التمويل لدعم المرأة. المرأة المصرية كانت عامل مشترك بين مؤتمرين مهمين جدا يا يوسف اتعقدوا في مصر وترأسته مصر، مؤتمر التنوع البيولوجي اللي مصر ترأسته من 2018 ل 2021، ومؤتمر تغير المناخ كوب 27 اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. الكلام عن دور المرأة كتير جدا، والمرأة المصرية لها دور بارز، والمرأة الأفريقية كمان لها دور بارز، وإن شاء الله مصر تتبناه. الشق الثاني علشان ما اخدش من وقت حضرتك كتير، لا تاخد هو كان اللي طبعا انت عايزه عن الكلام عن المي. الله يخليك. ملف المياه كلنا عارفينه وكلنا تابعنا الفترة الأخيرة قد إيه تأثر بالتغيرات المناخية، شفنا فيضانات، شفنا جفاف في بعض الدول، شفنا ارتفاع مستوى سطح البحر. عشان كده كانت الجلسات جدا مهمة النهاردة في مسألة التنمية المستدامة لموارد المياه والإطلاق الرسمي لمبادرة أوير، وهي العمل من أجل التكيف والمرونة مع تغير المناخ في مجال المياه، بالشراكة طبعا مع منظمة الأرصاد العالمية للأرصاد الجوية. نوع جزئية مهمة جدا تمت مناقشتها النهاردة في جلسات المياه برضو هي الإنذارات المبكرة أو التحول، إجراءات التكيف المبكر لقطاع المياه، وكيفية تنفيذ مبادرة الأمين العام العالمية للإنذار المبكر وإجراءات التكيف مع الجفاف. المسألة لم تعد مقتصرة على الاستجابة أو تخفيف الانبعاثات، لكن إزاي نقدر أو الدول النامية تحديدا والدول المتضررة إزاي تتكيف مع التغيرات المناخية فيما يتعلق بمسألة المياه. موضوع كمان مهم ويتم التركيز عليه في كل الجلسات في الأيام الماضية في عدد من الموضوعات اللي كانت تم مناقشتها، هي مسألة الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. حاجة مهمة جدا كمان يا يوسف بتمتاز بها قمة كوب 27 في إشارتك لما تمتاز بها هذه القمة وكل الحاجات اللي انت ذكرتها، كان في مبادرة عبارة عن فكرة من سنوات طويلة اسمها الدرع العالمي لحماية الكوكب. النهاردة تم إطلاق المبادرة رسميا من خلال قمة كوب 27 ومن خلال مجموعة السبع واللي بتترأسها ألمانيا طبعا بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع. القمة دي هدفها هي وصول أموال التعويضات بشكل سريع وآمن للدول الأفريقية اللي ضربتها التغيرات المناخية. كان الكلام عن التمويل وكان عن مساعدة الدول، وكان في مناقشات هل التمويل هيكون مباشر أو غير مباشر، هل التمويل هيكون أموال تدفع كمنح ولا كقروض ولا كديون، هل التمويل هيتم من خلال برامج مساعدة تنموية للتنمية المستدامة والمشروعات الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. النهاردة تم إطلاق مبادرة الدرع العالمي لحماية الكوكب لوصول أموال التعويضات، وده كان برضو نقطة من النقاط اللي هو كان تم إطلاقها قبل كده في إطار التعويض والخسائر. أيضا كمان التركيز النهاردة على مشاريع تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي. جلسات طبعا كلها في النهاية كانت بتنتهي بجلسة لعرض الرسائل والنتائج والإعلانات الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بمسألة المياه قبل المؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023. أعتقد ده كان ملخص لكل جلسات اليوم فيما يتعلق بالمياه ودور المرأة في قضية التغير المناخي. إليك يا يوسف مرة أخرى. يا يوسف كما جرت العادة ملخص تفصيلي ووافي يعني بامتياز حقيقي، يعني أشكرك عليه ده أولا. اتنين وحشنا يا عم يوسف، شكرا. عايزينك تخلص المؤتمر وترجع تنور مكانك في الاستوديو تاني.
حبيبي يا يوسف، قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، باذن الله ترجع لنا بالف سلامه انت وكل زملائنا الاعزاء. انا شايف عمرو زكريا رجع ما شاء الله. طبعا عمرو ايه ما صدق، قالوا له ارجع، قال لك بس ارجع ريح هنا. الشغل هناك كان شغل زي ما انا فهمت من كل زمايلي حقيقي، يعني من عمرو ومن خالد ومن كل الزملاء، الشغل هناك شديد الصعوبه. شديد الصعوبه في ايه؟ مكنه بتلف ما بتقفش، ما بتقفش. حاجه يعني حقيقي حاجه تشرف، والواحد يتشرف انه يبقى جزء من فريق عمل الاولى. تعالى ناخد بعضنا من حدث شديد الاهميه زي مؤتمر المناخ كوب 27 إلى حدث آخر شديد الأهمية أيضا على الصعيد الثقافي والفني. وزي ما دايما أقول لك كده، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو المهرجان الأكبر والأهم والأكثر فاعلية وتأثيرا في سينما وصناعة سينما الوطن العربي. المهرجان الوحيد الدولي في الوطن العربي، واحد من عدد لا تستوعبه اليدين. أظن 7 مهرجانات اللي على مستوى العالم أو 8 هم اللي مهرجانات دولية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وكان في مشهد أكتر من رائع، ألا وهو تكريم النجمة الكبيرة لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يمكن زي ما قال لنا امبارح استاذ طارق الشناوي انه تصادف الموضوع انه بداية المهرجان او يوم الافتتاح هو يوم عيد ميلاد لبلبة. فاولا يا بختنا احنا كمشاهدين في المنطقة العربية كلنا بلبلبة ده اصلا. وخلونا ناخدها على التليفون ونقول لها اهلا اهلا اهلا، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة ومبروك على التكريم. ميرسي قوي قوي، كل سنة وانت طيب، والف شكر على المداخله دي. وانكم انا زمان كانوا بيعملوا لي عيد ميلاد وانا طفله وانا صغيره، لما كبرت ما بقاش حد يعمل لي عيد ميلاد. يعني يا دوب القرايب بييجوا كده ومعاهم الاحفاد ويهزروا معايا وكده، لكن في اغلب الاوقات ما كانش بيتعمل لي عيد ميلاد. كنت ممكن يوم عيد ميلادي اكون بشتغل، اكون بصور، يعني ساعات في التصوير كانوا يفتكروا ان عيد ميلادي. هو انا اتولدت يوم 13 الساعه 12 بالليل، يعني انا ما بين 13 و 14. ايوه في النص. يعني اللي انا استغربت له، ما اصل والدتي كانت زي ما انا قلت كانت في السينما. وهي حامل فيا. فحست بالاوجاع زي ما انا قلت في الحفله. فلحد ما راحت المستشفى واتولدت كانت الساعه 12. فوالدي سجلني يوم 14، لكن هو عايز انا اتولدت 13 يوم 13 الساعه 12 بالليل. فتسجلت يوم 14 الصبح. بالظبط. المهم يعني انا ما بين، بس احلى حاجه ان المهرجان في نفس توقيت، دي اول مره تحصل لي. ده قدر، وكانه كل الدنيا عاوزه تحتفل بيكي. تصور كانت مفاجاه لما لقيت الجمهور كله اللي في الصاله بيغني هابي بيرثدي تو يو، اتأثرت برضه. بس انا فرحت انه لما اتكلمت على والدتي، انا دايما لما اتكلم على والدتي اتأثر. طبعا. فكنت بقول لنفسي يا رب لو اتكلمت عليها ما اتأثرش المره دي. ده انا واخده جايزه كبيره ومش المفروض ان انا اتأثر. لكن غصب عني، لان كانت امنيتي ان انا اخد في مهرجان القاهره بالذات. وانا بقول غصب عني عليا ليه معاك كده. فالناس بكت في الصاله بعضهم. فطبعا انا قلت يعني هختم طلعتي دي والناس يعني متاثره. فحتى الاستاذ حكيم ما كانش عارف ان انا عيد ميلادي. لا انا قلت له اكيد كان عارف. لا ده انا قلت له ده انا نسيت اقول لك وجيت عند الميكروفون. فهو سمع مع الناس عشان كده ابتدى يضحك. يعني قعد يضحك والناس قعدت تضحك. فهو فعلا لان مامتي كانت غاويه قوي قوي السينما. لا هو العيله غاويه سينما، ده باين يعني. ال 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 يعني امي بالذات، لا مش اخواتي، لا انا قلت اخر واحده. انا ترتيبي الاخر. طيب اشمعنى انت اللي حبيتي السينما والفن للدرجه دي؟ انا مش دارياها بنفسي، بس انا اتقال لي ان انا لما كان عندي 3 سنين كنت بعمل حاجات غريبه في البيت.
كنت بقلد عمتي لما بتمشي من غير حد يقول لي حاجه. كنت بقلد الراجل اللي بيمشي بالفول الصبح يقول الفول اللوز. هم بيقولوا لي ان انا كنت بقلد اي حاجه اشوفها، بس انا مش واعيه لنفسي. يعني انا لما ابقى عندي 5 سنين انا مش فاكره ازاي مثلت، بس يوم ما ابتديت اجمع نفسي وابتديت احس ان انا بني ادمه وابتديت احس باللي حواليا، لقيت كان في اضاءه في وشي وكان في مخرج بيوجهني، ولقيت حفله عبد الحليم حافظ وانا على المسرح وبقلد الفنانين. هو ده اللي انا حسيته، لكن انا موهبتي بدات بدري واهلي ابتدوا يحسوا بالموهبه دي. طفله كان عندي 3 سنين وبعمل حاجات غريبه وبغني، وبعدين يحطوا لي مزيكا ابتدي ارقص عليها، فجاه يغيروا المزيكا عشان يشوفوا انا هعمل ايه، اروح انا كمان مغيره. يعني بصي انا هقول لك على حاجه، يعني يمكن انا حظي غير الجيد ان احنا ما اتقابلناش ولا مره، ودي حاجه بتقول لي ان حظي وحش قوي، لان انا بجد بحبك قوي. انا قابلتك بس كان في مناسبه مره، وكنا في مناسبه وكان سلام كده على الطاير زي ما بيتقال، لكن ما اتقابلناش قعدنا نتكلم، لان انا حقيقي انا بكلمك بجد بقى من قلبي، انا طول الوقت عايز اعمل معاكي لقاء. ليه بقى؟ لكل الاسباب الممكنه، يعني انا بحبك انسانيا جدا جدا، ربنا يخليك. والحاجه الثانيه ان انا طول الوقت كنت مشغول بانه احنا عندنا عدد قليل قوي في مصر في الفنانين اللي بيعرفوا يعملوا كل حاجه، يعني امثل، اعمل استعراض، اقلد، اغني، ارقص، اي حاجه. العدد قليل، فلما وده سبب رئيسي في ان انا بجد عاوز اقعد معاكي ونعمل لقاء او دردشه او حتى ما تتصورش، حقيقي انا انسانيا ما بقاش ده فارق معايا، انا عايز اقعد مع نونيا، يعني بجد عايز اقعد اتكلم وعايز اسمع، مش اتكلم، عايز اسال واسمع. يعني انا مثلا كنا امبارح بنجيب في سيرتك على الهواء مباشره انا والاستاذ طارق الشناوي، انا من الناس اللي بتحب لك كل حاجه، وبالمناسبة أنا شفت كل الحاجات بتاعتك كلها بدون استثناء، بما فيها الحاجات اللي كانت بتطلع على شاشة التلفزيون أما كنت بتقلدي وتعملي استعراض بعيدا حتى عن السينما، فأنا للدرجة دي بحب لبلبة، بحب نونيا، ربنا يخليك. بس أنا مدمن فيلمين، عصابة حمادة وتوتو وليلة ساخنة. أيوه شوفي الاتنين عكس بعض، حاجة منتهى الكوميديا وحاجة منتهى التمثيل والميلو دراما والإنسانية. أيوه فعلا. بتعملي كده ازاي؟ وتوتو كمان انا بحبه، فيلم حلو، وبحب برضه ليله ساخنه، الاثنين يجننوا. ليله ساخنه انا ما كنتش متاكده من نجاحي. ليه؟ لان الاستاذ عاطف الطيب الله يرحمه المخرج المبدع العظيم، كانت مفاجاه للجمهور انني انا كنت بضحك الناس، عندي افلام كتير وانا بضحك. ازاي اطلع في حاجه ما بقاش فيها ضحك؟ أنا نفسي كنت خايفة إن ما نجحش أو الناس ما تتقبلش ده، لكن مش قادرة أقول لك قد إيه كان في نجاح وقد إيه عدد الجوائز اللي أنا خدتها لفيلم واحد، 13 جايزة. صحيح. أنا خدت بجنة الشياطين 3 جوائز كأحسن ممثلة، خدت بخلي بالك من جيرانك 2 جايزة كأحسن ممثلة، خدت في النعامة والطاووس 3 جوائز أحسن ممثلة، لكن أول مرة فيلم أخد فيه 13 جايزة بره وجوه، يعني من كيب تاون جنوب أفريقيا ومن باريس معهد العالم العربي، ومصر بقى جوائز كتير قوي قوي. صح. فأنا أنا نفسي يوم ما عرضوا الفيلم من المعمل اتعرض في مهرجان القاهرة أيام ما كان رئيس المهرجان الأستاذ سعد الدين وهبة. الله يرحمه. الله يرحمه. فأنا من خوفي ما كنتش شفت ولا لقطة من الفيلم، لأن الفيلم حتى ما فيهوش دوبلاج. كله في الشوارع. فقعدت آخر صف في السينما علشان لو خلص الفيلم ما عجبش الناس أهرب وأجري على بره. لكن اتفاجئت إني لقيت الناس كلها سقفت وانا بشيل الشنطه برجلي وبشيلها على كتفي، ابتدى التسقيف في الصاله لحد ما خدت الشنطه وبصيت لنور الشريف فوق ومشيت تاني
والفجر طلع والمترو عدى، كان في تسقيف. وجم بقى الصحفيين والنقاد اتلم حواليا وخدوني على المسرح. فدي كانت مفاجاه. بس الاستاذ عاطف الله يرحمه قال لي لما انا كان بيعمل مونتاج فطلبوا مني ان في حته عربيه عدت بفريلا كده، فكنت بصوت فقطعت الصوت. لما قطعت الصوت احتاجوني اروح اركب صوتي من غير صوره. اوكي. يعني اصور ثلاث وساط عشان يركبوها. فابتديت لسه بصوت لقيت الاستاذ عاطف دخل، كان بيمنتج في مركز المونتاج. فقلت له وانا مكسوفه قوي كنت بخاف منه، استاذ عاطف حضرتك ايه رايك؟ انا كويسه يا ترى، حضرتك راضي عني؟ بص لي كده وقال لي انت هتاخدي عده جوائز. يا عيني. اه والله. وبعدين هو ابتدى فيلم تاني اسمه جبر الخواطر، ودخل يعمل عمليه قلب واتوفى. الله يرحمه. فيعني ما شافش كل الجوائز دي، وما شافش الفيلم لما نزل، نزل يتيم، ما كانلوش مخرج. وكل المهرجانات دي كنت بروح انا والاستاذ نور الشريف الله يرحمه يا رب. بدل المخرج، لان كان هو توفى الاستاذ عاطف. طبعا قلت لي جمله كنت بخاف منه، بس احنا انا عايز بجد نقعد عشان هتحكي لي بقى ليه كنت تخافي من عاطف الطيب. ده بالنسبه لي معلومه جديده. انا عايز الاول اقول لك تاني وتالت وعاشر كل سنه وانت طيبه عقبال 100 سنه، ومبروك الف مره على التكريم اللي تستحقيه من زمان. ويعني انا احساسي انه قدرتك الفنيه دي علشان روح الطفله اللي عندها 5 سنين لما اول مره مثلت، ونضج النجمة الكبيرة وتراكم خبراتها، عشان كده انتي لبلبة، عشان كده احنا كلنا بنموت فيكي. ده بجد ربنا يعني. ربنا يخليك استاذ يوسف، ميرسي قوي قوي. استاذ ايه، ما تقوليش استاذ. على الكلام الحلو ده. اشكرك، ربنا يخليكي، نورتينا وشرفتينا بصوتك، لحد ما هنقابلك اكيد ان شاء الله قريب جدا 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 جدا. خلوني قبل ما نروح للتقرير بتاعنا، انا بس عايز اقول حاجه بمناسبه السينما والتمثيل. انا شفت حته مشهد للرائع المبدع العظيم شريف منير في مسلسله الاخير ايجار قديم، وهو بيبكي على فراق صديقه في المسلسل استاذ صلاح عبد الله، ربنا طبعا يديله الصحه في حياتنا يا رب وطول العمر. يا استاذ شريف أنت بديع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بس شهادة من مشاهد عادي خالص يعني، ولا مذيع ولا بفهم في السيما ولا في التمثيل، أنا راجل بس أحب التمثيل الحلو بيلمسني. فأنا شفت المشهد أنا اتفطرت عياط، لأن أنا شفت المشهد ده قبل كده يعني في الحقيقة مع حد مهم. فشريف منير ده يا جماعة مهول مهول، واتمنى انه يغفر لي ان انا بس نزعت الالقاب علشان الحق بسرعه قبل ما زمايلي يقطعوا رقبتي، علشان عندنا تقرير عايزكم تشوفوا للتقرير اليومي اللي احنا بنحضره مع زملائنا الاعزاء كما تعودنا. تقرير عاملينه هو ملخص غير مخل للقاءات عملناها او عملها زملائي الاعزاء مع وفود العالم من المشاركين، رؤساء الوفود، رؤساء وزعماء العالم فقط على الاولى بمناسبه او من خلال تغطيتنا لقمه المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. شوفوا التقرير هيعجبك جدا، وفاصل ونكمل الكلام. الهلال الأحمر العراقي قد بادر منذ فترة طويلة إلى تحسس الآثار السلبية على مجتمعاتنا الأكثر ضعفاً في العراق، وبادرنا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من هذا التأثير على هذه الفئات التي
ضرت أكثر من غيرها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصا في مناطق شهدت ولادة الحضارة الأولى في العالم في جنوب العراق، يعني في منطقة سومر والتي تحوي الأهوار وهي مناطق شهيرة. هذه المناطق تأثرت نتيجة الجفاف، نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك نتيجة الجفاف الناتج عن السدود التي أقيمت على منابع نهر الفرات ونهر دجلة في المناطق التي تقع خارج حدود العراق. هذه أيضا كان لها تأثير بالغ وكبير على موجة التصحر وموجة فقدان البيئة المائية الرطبة التي يمتهن الكثير فيها مهنتي الزراعة وتربية المواشي وكذلك الصيد. أولا أود أن أسألك سؤال مهم جدا حول كيف يمكن أن نغير القرارات المتعلقة بالتغير المناخي وبصفة خاصة، ونحولها إلى أفعال ملموسة وبصفة خاصة، تلك المتعلقة بالمشروعات التكيف المرتبطة بالاستدامة طويلة المدى في المجتمعات المحلية. ما اقترحناه هنا في المؤتمر هو أن يكون هناك درع دولي لمكافحة التغير المناخي، وهذا شيء طورناه من خلال الدول العالم حتى يكون هناك درعا دوليا يتم من خلاله تقديم أساليب حماية للدول. إذا ما كانت هناك دولة تحتاج أن يكون هناك نظام حماية للتعامل مع مشكلات محددة حول التغيرات المناخية أو الجفاف، فإننا نقترح أن يكون هناك مساعدة فورية إذا ما كان هناك فلاح متأثرا بالجفاف ويحتاج أموال، فإن هذا الدرع الدولي يستطيع أن يقدم له الدعم المالي المطلوب بشكل سريع. ما نحتاجه أن يكون هناك فعل سريع الآن وليس في المستقبل، ولهذا فقد أطلقنا هذا الدرع الدولي لمكافحة التغير المناخي. كما تعلمون فإن السنغال مهتمة جدا بمشكلة المياه على المستويين المحلي والمستوى العالمي. تتذكرون أن الرئيس السنغالي ماكي سال كان من أوائل الذين ناقشوا موضوع المياه والسلام والأمن، وذلك في مجلس الأمن بالأمم المتحدة. والسنغال استقبلت في مارس 22 المؤتمر التاسع للمياه، كما أن السنغال تشارك هذا الاهتمام بالمياه مع مصر، ولذلك فإن السنغال كانت حاضرة في الثلاث اجتماعات الأخيرة لأسبوع المياه بالقاهرة. ولهذا أيضا فإن السنغال تشترك اليوم في مصر في مؤتمر 27 وتطرح مشكلة المياه بالمشاركة مع مشكلة المناخ، لأننا لدينا أزمة مياه وأيضا أزمة مناخ. ولذا فإن الاهتمام بهاتين الأزمتين تجعلنا نعيش في عالم مزدهر وأكثر تضامن. كنا نتحدث عن أحد أهم الموضوعات والملفات وهي المياه في الدول الأفريقية وفي العالم بشكل عام. كيف تعتقد أن يمكن أن نوفر المياه؟ أعتقد هذا سؤال كبير، والإجابة أنه فيما يتعلق بتنمية الطاقة فإنه من المهم أن تعمل الدول مع بعضها البعض حتى نستطيع، بما أننا نعمل في مشروعات التخفيف فإننا يجب أن نتأكد أن المياه يتم التعامل معها بشكل آمن وعادل للجميع. وكيف تعتقدين أن هذا يمكن تطبيقه على الأرض؟ هناك الكثير من الخطط، هل يمكن التطبيق؟ نعم يمكن، هذا شيء نقوم به في الولايات المتحدة. أنا من نيويورك ونحن نعمل مع شركات طاقة ونحاول أن نؤكد أن حقوق السكان الأصليين مضمونة، وهذا وأن يكون كل أصحاب المصلحة منخرطين ولهم الأولوية. أولا أود أن أسألك حول كيف يمكن لكل القرارات المتعلقة بالتغير المناخي، كيف يمكن أن يتم تحويلها إلى خطط ملموسة وفرص للتعاون فيما يتعلق بمشروعات التكيف بشكل خاص في المجتمعات المحلية؟ شكرا جزيلا على استضافتي وعلى هذا السؤال.
نعم، هناك الكثير من الالتزامات والكثير من المناقشات تم عقدها، وبالتالي نحن نحتاج أن نتقدم للأمام. نحن نتحدث عن ترجمة كل هذا إلى أفعال. الأمر الهام بالنسبة لي هو حول إدماج المجتمعات أنفسها، لأنه بدون مشاركة المجتمعات فإن الكثير من هذه الخطط سوف تظل على الورق. هناك أشخاص يشعرون بتأثيرات التغير المناخي بشكل كبير ويريدون أن يكون في مركز هذه النقاشات، يحتاجون أن يكون مشتركين في التخطيط. هناك الكثير الذي يمكن أن تقوم به المجتمعات. نحن نحتاج دعم في بناء القدرات، وأيضا نحتاج دعم في مجال التمويل، وكذلك نحتاج للدعم حين تتحد جميع المجتمعات. وهناك مجتمعات متأثرة بشكل كبير، وإذا المجتمعات يجب أن تكون في مركز الخطط التي نتناولها. الأمر الأهم هنا تفهم مدى أهمية هذا الموضوع. نحن نتفهم أن هناك أزمات متعددة وهي تتعدد في موضوعاتها، بما في ذلك موضوع المياه والمناخ. الكارثة المناخية يمكنها ومن قدرتها أن تهدد الحضارة الإنسانية، والأزمة المائية يمكنها سريعا تشتيت مجتمعات بأكملها. الوقت ينفذ بسرعة. نحن في مسار من الأزمات المناخية التي يمكن أن تؤثر، التي يمكن أن تصل بدرجة حرارة الكوكب إلى أكثر من 2.5 درجة مئوية. فلذلك هناك أهداف والتزامات نتخذها على عاتقنا خلال الأعوام الخمسة الماضية لابد كان من تنفيذها. لا يمكنها كن تنفيذها حاليا كما هو واجب، وذلك بدون الحصول على التمويل الجيد والحد من غازات الاحتباس الحراري، وكذلك نوعية التعاون. هناك بعض الأمور مفقودة. نحن لا نعمل على تكامل القضايا والحلول والمشكلات إلى المستوى الذي نرغبه. كما ذكرنا هناك الإجراءات من العديد التي تتخذ. كيف يمكن تحقيق التعاون ما بين المشاركين وإجراءات وخطط عمل المناخ؟ نحن نعلم أن 80% من أزمات المناخ التي نشهدها بسبب المياه، ولكن ليس لدينا أي سياسة شاملة متكاملة بشأن المياه، وليس لدينا قواعد بيانات متكاملة، وليس لدينا معلومات بشأن أنظمة المياه متكاملة. إذا كانت لدينا هذه الأدوات جميعها يمكن تحقيق التنفيذ بشكل أكفأ. أنا ببص بالنضارة على الجدول بتاع العربيات بتاعة المغتربين. ده تجار العربيات يا عيني هيتضربوا ضربة. والله هقول لك ليه، بس لما يجي في معادة هفهمك، عشان بيعملوا شغل على الناس يعني. هحكيها لك بعد شوية. تعال نروح احنا قمة المناخ كوب 27. أنا من الناس اللي بتقول إن مصر، مش بقول بصراحة، هو الحقيقة والواقع بيقول إن مصر أول بلد بتفعل. خد بالك القمة لسه ما خلصتش، احنا عندنا لحد يوم 18. مصر أول بلد بتفعل توصيات تنفيذية لقمة المناخ. أول بلد، يعني لسه القمة ما خلصتش وانت بتشتغل على الضبعة، القمة ما خلصتش وانت قاعد عمال بتشتغل على مسألة معالجة المية، أصلا كنت شغال عليها، لكن أنا بقولك بتمضي مذكرات تنفيذية عشان المشاريع. طيب هل المسألة مصر هنا يعني بس الحكومة في إطار المشروعات الضخمة، ولا كمان المدن والمحافظات بتاعتنا شغالة؟ هتشوف على سبيل المثال مثلا قنا. قنا محافظتنا الرائعة الجميلة في صعيد مصر الرائع والعظيم بالمناسبة، بتشارك في مؤتمر المناخ بإيه بقى؟ بحاجة اسمها مبادرة الزراعة بدون تربة.
لو 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 انا صح اللي في دماغي ده يبقى شيء رائع جدا. فانا الاول ارحب بضيفنا العزيز سياده المحافظ اللواء اشرف الداودي محافظ قنا. اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين كله تمام. يعني ايه الزراعه بدون تربه يا فندم؟ الزراعه بدون تربه هو طبعا العلماء بيقولوا انه مستقبل الزراعه هيبقى الزراعه بدون تربه هي تنقسم لثلاث انواع رئيسيه. نوع اسمه هيدروبونيك وده بيبقى النبات جدره موجود في وسط مائي. ايوه. وفي النوع الثاني وبالمناسبه النوع الاولاني ده اللي اكتشفه حدائق بابل المعلقه سنه 560 قبل الميلاد فده يعتبر اجدادنا العرب هم السبب يعني. عظيم. الجزء الثاني اللي هو الزراعه الايروبونيك وده بيبقى جدر النبات في الهواء ودي اللي اكتشفها وكاله ناسا الفضاء وبتعمل الاكل الطازه لرواد الفضاء في الفضاء من خلال هذه الزراعه. والنوع الثالث اللي هو الفوق بونيك اللي هو جدر النبات في الضباب ودي فكرته بسيطه بجهاز التلسونيك بيحول الميه على البارد لضباب ويحط فيه الجذور وفي الماده المغذيه. احنا فينا اخترنا النوع الثاني اللي هو الايروبونيك بتاع وكاله ناسا وعملناه بامكانيات محليه وعملناه بنو هاو محلي ادى ده ان تكلفته للزراعه دي موجوده بره بس الشركات الكبيره بتستخدمها علشان معدتها غاليه جدا لانه بيحتاج ترمبات هاي بريشر بيحتاج فوكر هاي بريشر فعشان كده بيبقى اسعارها غاليه. احنا عملناها بقى بفكر محلي وبامكانيات محليه فقللت من سعرها شويه. طيب الزراعه دي زراعه نظيفه صديقه للبيئه. الزراعه دي بتستهلك ميه 5-10% فقط مقارنه بالزراعه التقليديه. الزراعه دي ما بتحتاجش فيها عشان هي في اماكن مغلقه في محميات او صوب فما بتحتاجش مبيدات حشريه او فطريه ولا بتقابل موضوع عفن الجذور. فالحقيقه بالاضافه طبعا لان هي بتجيب منتج ضعف المنتج لان المساحه اللي بتزرع فيها النبات بالزراعه التقليديه نفس المساحه بتزرع فيها الضعف. بالاضافه ان هي مش محتاجه ارض زراعيه هي نبات معلق بالهواء. طيب ده كلام اكتر من رائع وكده صحت ظنوني الايجابيه لان انا ما كنتش مصدق ان احنا هنعمل ده عندنا هنا في مصر فكويس قوي انه بيجرى في قنا. طب سؤال سياده المحافظ احنا عاملين التجربه بتاعتنا في قنا على مساحه قد ايه؟ في عندنا كام صوبه مغطيه مساحه قد ايه من الارض؟ احنا الاول بدانا ببروتوتايب صغير عشان طبعا الزراعه جديده علينا وبقالنا حوالي سنتين بنعمل التجربه دي ونجحت الحمد لله وعملنا عده من المحاصيل وكنظام تراي اند ايرور كده ويعني بنجرب لحد ما اطمنا النظام يعني بقى كويس. حاليا عملنا انشانا 10 صوبات ونبدا نجهزهم بهذه الزراعه ان شاء الله وبعدين نبدا نتزود يعني هي بدايه بس ان شاء الله هتبقى مش هتتوقف هتستمر وهي ان شاء الله من ضمن مبادره حياه كريمه. انت عارف طبعا المبادره العظيمه دي طبعا عملت يعني على الارض الواقع فعلا غيرت حياه اهالينا في القرى وفي الكفور والنجوع. من ضمن الحاجات اللي في المبادره العظيمه دي احنا فكرنا بالطريقه دي ان احنا عايزين نوفر تمكين اقتصادي لاهالينا فلو قدرنا برضو من ضمن المشاريع الدوله اللي عاملاها كتير داخل القرى ان احنا برضو نوفر برضو هذه النوع من الزراعه نخلي ناسنا يبداوا يتعاملوا مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويحافظوا على مواردنا من المياه وفي نفس الوقت بيوفروا دخل لهم شهري يخليهم يعيشوا حياه كريمه. فدي ان شاء الله بدايه بس ان شاء الله يعني هنتوسع فيها ان شاء الله في الفترات القادمه. الانتاجيه بتاعتها يا فندم زيها زي الزراعه التقليديه في التربه ولا الانتاجيه اعلى ولا اقل؟ بص حضرتك الانتاجيه اولا يعني لو قلنا مثلا مساحه بتاخد مثلا 1500 شجره طماطم مثلا او خيار او نفس المساحه دي تاخد 3000 ليه؟ لان الجدر معلق في الهواء فبالتالي مش محتاج المساحات الواسعه اللي هي 50 سنتي وال 35 سنتي لا بيحتاج مساحات اقل فبياخد ضعف العدد فده ضعف الانتاج. الحاجه الثانيه نفس النوع الزراعه دي دوره حياته اقل وبيحقق نسبه على بمعنى دوره الطماطم مثلا بتقعد 6 شهور في الارض بالزراعه دي بتقعد 4 شهور ماكسيمم 5 وبتحقق الانتاج اللي مطلوب منها بل بزياده من 5-10% كمان زياده. كويس قوي قوي في كل الحاجات هي انتاجيه احسن بكتير قوي من الزراعه التقليديه. كويس قوي ربنا يوفقكم يا سياده اللواء في كل ما تقومون به وبالذات في هذا المشروع ده مشروع عظيم جدا واتمنى انه يعمم في ارجاء الجمهوريه باذن الله. كل الشكر لحضرتك سياده اللواء المحافظ اشرف الداودي محافظ قنا. خلوني اخدكم ونروح برضو على موضوع تاني يمكن النهارده عاوزين نحاول ناخد موضوعات كتير قدر الامكان. في عندنا مبادرة اسمها مبادرة العمل من أجل التكيف. طيب احنا عاملين بقى ايه؟
حاجة متعلقة بقطاع المية والقدرة على الصمود ضمن فعاليات برضو مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. بدأنا بالفعل تطبيق هذه المبادرة. خلينا ناخد معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. أهلا 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 بحضرتك يا فندم. إزاي حضرتك يا فندم؟ إيه حكاية بقى التكيف أو مبادرة التكيف وتحديدا في مسألة قطاع المياه؟ هنعمل إيه يا فندم؟ الحقيقة النهاردة كان في يوم مهم جدا في مؤتمر المناخ COP27 اللي هو يوم المياه. اليوم دوت كان بأكمله فعاليات تخص قطاع المياه، وفي جلسته الافتتاحية كان في حدث مهم جدا وهو إطلاق مبادرة للتكيف في قطاع المياه. المبادرة دي أعدتها الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة الأرصاد العالمية وعدد كبير من الشركاء الدوليين، ودي مبادرة معنية بتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بجميع دول العالم، ولكن مع التركيز على الدول النامية والدول الإفريقية، لأن الدول دي قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية محدودة بسبب ضعف البنية التحتية في هذه الدول، وبالتالي هي الأكثر احتياجا لهذا النوع من المشروعات، وخاصة أن التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير جدا على الشعوب الأفريقية بسبب حالات الجفاف الحاد أو الفيضانات العنيفة اللي بتضرب بعض الدول، وبالتالي بتكون محتاجة لهذه المشروعات، ولكن البنية التحتية عندها ضعيفة مش قادرة تواجه هذه التغيرات المناخية. فالمبادرة دي هتقدر توفر هذه التمويلات وهذه المشروعات لتنفيذ مشروعات للتكيف وخدمة المواطنين في الدول الأفريقية المختلفة. عظيم جدا، واحنا كده عمليا نبدأ العمل بهذه المبادرة. بالفعل في إجراءات ستتم إن شاء الله خلال الشهور القادمة لوضع مكونات لهذه المشاريع من هنا لغاية في مؤتمر كبير في نيويورك للأمم المتحدة إن شاء الله في مارس 2023، سيتم فيه الإعلان عن كافة المكونات الخاصة بهذه المبادرة وأنواع وتفاصيل المشروعات اللي هيتم إن شاء الله تنفيذها. المداولات ما زالت مستمرة خلال الكام شهر الجايين إلى أن يتم وضع المبادرة بكافة مكوناتها ومشروعاتها في صورتها النهائية وإعلانها في مؤتمر الأمم المتحدة إن شاء الله في مارس القادم بإذن الله. بإذن الله. أشكرك جدا باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية بجمهورية مصر العربية بلدنا. طيب تعالى بقى نروح ليه، في عندنا موضوعين مهمين جدا، موضوع منهم بالغ الأهمية وهو متعلق تحديدا بمجلس النواب وبشكل أكثر تحديدا لجنة الإسكان في مجلس النواب. طيب لجنة الإسكان بإذن الله الأسبوع الجاي هتشتغل على إيه؟ على قانون البناء. اللجنة هتشتغل على قانون البناء. هتشتغل على إيه في قانون البناء؟ ما هي التعديلات المزمع إدخالها على القانون؟ إيه هو شكل القانون في مجمله؟ خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان. أهلا بيك يا سيادة النائب. اهلا وسهلا يوسف بيه. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الله يخليك يا فندم. نقول لك الاعلام اللامع ولا محل النائب؟ اخوك يوسف. اصلا حاجه زي ما انا بحب الحاجه امين، بحبش برضه بحب يتقال لي الحاجه امين. طيب احلى حاجه، يا رب كلنا ربنا يوعدنا بالحج كمان. طب حاجه امين، السؤال بقى يا اخويا يوسف، ربنا يخليك يا رب، قول لي احنا هنعمل ايه الاسبوع الجاي في لجنه الاسكان؟ ايه هي التعديلات المزمع او اللي بيفكر الساده النواب في ادخالها على القانون؟ لا ده الدوره دي بقى او السنه الثالثه بتاعتنا، دور العقد الثالث ده دور ساخن جدا بالنسبه للجنه الاسكان. عندنا العديد من القوانين المهمه جدا واللي بتمس جزء كبير من جموع الشعب المصري، تنعكس عليهم، ما تنعكس بس على المقاولين او على المطورين العقاريين، لا ده دول وراهم جيوش من العمالة طبعا اللي بتشتغل، والعديد من الصناعات اللي قايمة على صناعة البناء. فالمواضيع مهمة جدا. النهاردة كنا بنناقش تعديلات
قانون 84 لسنة 2017 اللي هي التعويضات عن العقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. قانون البناء الموحد كان جالنا من أسبوعين وبعدين السحب برضو اللي يتم عليه بعض التعديلات المهمة، وهو من أهمية القانون يعني الحكومة سحبته وتدخل عليه بعض التعديلات وإن شاء الله يجبنا الأسبوع الجاي. هو لسه ما جاش وما تفرقش على النواب أعضاء اللجنة، إنما احنا لينا شوية قضايا وشوية اهتمامات في القانون، يعني من موضوع تسريع وتحريك التراخيص. طبعا احنا شايفين رخص كلها وقت القرى والأحوزة العمرانية. أيوه. وده يعني مقلل أو بيبطئ وسيلة العجلة المقاولات في مصر دي، موضوع الأحوزة العمرانية دي كلها في اهتماماتنا، مواضيع الثروة العقارية والحفاظ على كيفية الحفاظ عليها، وده هيبقى من خلال قانون اتحاد الشاغلين أو هيبقى من خلال قانون تعديلات قانون البناء الموحد. آلية ضبط السوق العقاري برضه هيبقى عندنا آلية لضبط سوق التطوير العقاري والمطورين العقاريين. هيبقى برضه هيجي لنا قانون بالعقود الموحدة عشان موضوع عقود الإذعان والاختلافات الجوهرية اللي تبقى في العقود المقاولات وعقود التطوير العقاري. لا الموسم هيبقى ساخن جدا يعني. واضح واضح. والله المستعان. أداه وقدود يعني. أداه وقدود حاج أمين. طب هنا يمكن يجي لي احنا في إطار إن احنا يعني برضو الحكومة يعني تعديلات القانون اللي جات لنا النهاردة 84 ل 2017 رسالة إيجابية للمستثمرين ولمجال الاستثمار والمقاولات والتوريدات. طب ده احنا هنا بنتكلم على احنا هنا بنتكلم تقريبا على رؤية أساسها هي مسألة تسريع العملية وفي نفس الوقت التسهيل بشكل عام في صناعة العقار في مصر. يعني معاك يا حبيبي. صناعة العقار في مصر الصناعات المهمة جدا، واللي هي يعني بدون مبالغة طبعا رؤية القيادة السياسية ورؤية الحكومة لما في خير الشعب المصري. يعني صناعة العقار هي اللي كانت قايدة خاطرة التنمية في مصر في الفترة اللي فاتت وفي سنوات الظلام الحالية اللي مررنا بيها، كان صناعة العقار هي قايدة خاطرة التنمية. كان في رؤية القيادة السياسية والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وال14 بديلة والعاصمة الإدارية والعالمين الجديدة، ومش مجرد مدن، لا دي مدن متكاملة. صحيح. مدن العالمين الجديدة مدينة صناعية زراعية سياحية يعني دي مدينة متكاملة. العالمين الجديدة دي لوحدها حدوتة دي عايزة لها حلقات مش حلقة. طب أنا عندي سؤال يا حاج أمين، يمكن من المناقشات اللي كانت بتدور في لجنة الإسكان قبل كده وحتى ما بين النواب حتى من غير أعضاء اللجنة كنا نسمع عادة حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إنه يجي يقولك والله مثلا فلان الفلاني كان ماشي في التراخيص بتاعة المبنى ده ولا العمارة دي ولا العقار ده وخلاص هيستلم الرخصة وجات الكورونا فالحكومة قالت وقف لحد هنا، فيجي يقول لك طب انا رخصتي جوه وما استلمتهاش فكده راحت عليا ولا ايه؟ ولا هخضع لقانون البناء الموحد والاشتراطات العقاريه الجديده اشتراطات البناء الجديده؟ فده برضو ده سؤال. السؤال الثاني كان بيبقى برضو متعلق بانه والله انا ببني في شارع كل الناس حواليا بانيه مثلا ايه 12 دور، انا بالقانون الجديد هضطر ابني ارضي واربعه متكرر، طب انا هعمل ايه؟ الناس دي هنتعامل معاها ازاي في اطار التعديلات الجديده؟ ويمكن المناقشات زي ما وصفناها بانها شديده السخونه او الموسم الساخن للجنه الاسكان تحديدا في هذا الفصل. هو يعني الرخص اللي اكتسبت مركز قانوني وتم استكمال واستيفاء جميع اوراقها قبل وقف الكورونا، لان وقف الكورونا اعقبه على طول قرارات الإسكان الجديد. المفروض دي ان هي اكتسبت مركز قانوني وان الرخص دي تصدر.
ما هو ما استلمهاش، فهيجي يقول لك طب انا هعمل ايه دلوقتي ما انا ما لحقتش استلم. لا هي المفروض ان هو طلب ان هي كل الاوراق اتقدمت واستوفت الشكل القانوني على الاشتراطات القديمه، فدي تصدر على الاشتراطات القديمه. ده اللي المفروض يحصل ولا اللي احنا ناويين نعدله في القانون؟ هو ده المفروض يحصل، وهو ده اللي كان تم الاتفاق عليه. هل في بقى بعض الايادي اللي بتبقى مرتعشه اللبه بيصدروا للقياده السياسيه يعني؟ مش عارف، مشاكل يعني وكل حاجه، انما يعني هي قياده سياسيه. طيب بخصوص مساله التباين، يعني يميني وشمالي طالعين 12 دور وانا اشتريت الارض على هذا الاساس، جيت دلوقتي ابني هيتقال لي لا ارضي واربعه متكرر، اعمل ايه؟ واحنا شايفين التكدس اللي حصل في القاهره، وكانت وصلت لحاله اللي هتبقى سرعه الشوارع صفر، وكان يعني الحاله المترددية لولا ان القياده السياسيه ورؤيتها الحكيمه ومشاريع البنيه التحتيه وتطوير البنيه التحتيه في القاهره، كان بيتعمل في عشرات السنين اللي اتعمل في سنتين ثلاثه طرق وكباري والدنيا يعني. فاحنا مش عايزين الكلام ده يعني نرجع بعد سنتين ثلاثه نلاقي ان احنا رجعنا للحاله صفر تاني. صح حاج امين، كون ان احنا بنحافظ على يعني هو بص في اي قانون واي قرارات بتطلع بيبقى ليها شيء من الضرر، يعني زي ما تقول ايه زمان جرح الثور، فيعني لازم احنا نبقى متقبلين كده وفي صالح ونتعامل في الاطار القانوني جموع الشعب المصري. صحيح، لاجل المصلحه العامه. انا بشكرك جدا 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 يا حاج امين، كل الشكر لسياده النائب المهندس امين مسعود عضو مجلس النواب وامين سر لجنه الاسكان. طيب تعالى ناخد بعضنا وهنطلع على تقرير مهم جدا. التقرير ده بيتناول الاتي: النهارده شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه المصريه وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية من عندي العظيمة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة. طيب البحث ده يا سادة يا كرام بيجي في إطار خطة الأنشطة البحثية، وهي خطة بالمناسبة مليئة للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023. طبعا ده كان بحضور سيادة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأيضا قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، عدد كبير أيضا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين. أنا أنصحك بإخلاص شديد شوف التقرير ده هيفرق معك كتير، وبعدين هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين. وألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل المعنوي والنفسي للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن أهمية هذا البحث تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة. شارك في إعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسية والاجتماعية، وانتهى البحث بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير الشخصية العسكرية
بما يواكب كافة المتغيرات والتحديات. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مقدما الشكر لإدارة الشؤون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث، كما أكد على حرص القوات المسلحة على الاستفادة القصوى بأحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات والعلوم للارتقاء بالشخصية العسكرية بما يمكنها من تعظيم المردود الإيجابي خلال التفاعل المجتمعي. واستمع القائد العام للقوات المسلحة لآراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيدا بما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري. نجيب منين ولا منين يا جماعة؟ والله حاجات كتير قوي عندنا النهاردة. طيب تعالوا الأول نقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا مرة تانية. النهاردة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون إيه بقى؟ أيوة، منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يعني من بكرة الصبح إن شاء الله. طيب القرار ده نص على إيه؟ نص على إنه، حضراتكم بقى فاكرين القصة حكيناها مرة قبل كده؟ أقول لك بقى، إحنا عارفين إنه أو بالأدق القرار يقول إنه يحق للمصري اللي ليه إقامة قانونية سارية في الخارج، إقامة يطلع مهاجر يطلع بيشتغل إقامة، حقه إيه؟ حقه إنه يستورد عربية ركوب، مش عربية نقل، مش عربية تجارية، مش عربية وهكذا، سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي. ما تستعجلش، يعني إيه؟ يعني افترضنا عشان تفتكرش يعني واحدة، يعني طب افرض مراتي ولادي ما جيب لهمش؟ لا، بص بقى، تجيب بس ليها شروط. يعني إيه شروط؟ يعني افترضنا إنه حضرتك خلاص أنت المقيم والزوجة كمان عندها إقامة، يبقى أنت كده تقدر تجيب عربيتين، عربية ليك وعربية للزوجة. طيب أولادك 16 سنة فيما فوق كل واحد فيهم من حقه عربية. طيب إيه كمان؟ لازم يكون في حساب مصرفي، حساب بنكي في البلد اللي أنت عايش فيه. هتيجي تقولي طيب أنا ممكن يكون ولادي علشان هم أقل من 21 سنة ما عندهمش حسابات، وارد، أقولك ما فيش مشكلة، ما أنت الأب ولي الأمر، ما فيش أزمة، على حسابك أو على الحساب المصرفي بتاعك. الزوجة نفس القصة على الحساب المصرفي بتاعك. طيب بنعمل إيه؟ العربيات دي ما عليهاش أي ضرائب أو رسوم أو حاجة، يعني أنت مش هتدفعها، لكن هيحصل إيه بقى؟ هيحصل إنه القيمة المستحقة عليها دي بتاعت الجمرك، الضريبة، الرسوم، الكذا، القيمة دي بتتحسب بالإيه؟ بتتحسب بالدولار، فهتتحط في حساب بتاع وزارة المالية في البنك الأهلي، بتتحط بالإيه؟ بالدولار، هتحولها من البلد اللي انت فيها. طيب وبعدين؟ ولا حاجة، هنعدي عليها 5 سنين، بعد 5 سنين هتسترد القيمة الدولار. افترضنا مثلا ان هم 10,000 دولار، فانت بعد 5 سنين هتسترد ال10,000 دولار دول ولكن بالعملة المصرية. طيب طبقا لانهي سعر؟ للسعر اللي هيعلن وقتها، يعني بعد 60 شهر. حلو، طيب نستوردها ايه؟ يعني الملك الاول ولا استوردها لو هي مستعملة؟ بص يا سيدي، استيراد العربية من المالك الأول دون التقيد بسنة الصنع، يعني تطلع زي ما تطلع، الله يبقى بقالها 10 سنين، بقالها 900 سنة لسه جديدة، مش موضوعنا طالما أنت المالك الأول ليها. طيب ولو كان الاستيراد من غير الملك الأول، يعني أنت اشتريت العربية سكند هاند، كسر زيرو، حالة فخمة، استعمال طبيب إلى آخره، أخرك سنة 2019، ماشي كده؟
أو بقى يعني آخرك يعني 19 20 21 حتى أول 22 أنت تمام. طيب تعال نشوف إيه أبرز الأسئلة، معلش أنا هقراها مع حضرتك كده. والحكومة بالفعل هي اللي عملت الهومورك ده، هي اللي عملت الواجب ده اللي هو إيه بقى؟ أي سؤال يجي على بالك الحكومة جاوبته. تعال مثلا نشوف، أنا مصري أتمتع بالإقامة في الخارج دون أفراد أسرتي، هل يحق لهم الاستفادة بأحكام القانون؟ فيبقى الإجابة لا. شوف بقى، يكون فرد الأسرة نفسه متمتعا بالإقامة القانونية السارية في بلد الإقامة، هم مش مقيمين معاك يبقى ما ينفعش. طيب هل ممكن أبيع العربية بعد ما أجيبها مصر؟ أيوة فندم، تقدر تبيعها ومفيش أي حظر على بيع العربية إطلاقا، ويمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون. طيب تعالى مثلا نشوف إيه، هجيب عربية مستعملة، إيه شروطها بقى المستعملة؟ أقولك هي الشروط بتاعة العربية الجديدة، لكن في اختلاف واحد بس اللي هو إيه، لازم تقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة. حضرتك عايش مثلا في ألمانيا، حضرتك عايش في الإمارات، حضرتك عايش في السعودية، حضرتك عايش في أمريكا، حضرتك عايش في اليابان، هتجيب شهادة من إدارة المرور بتاعة البلد اللي انت عايش فيها. طيب إيه الشهادة دي؟ يبقى فيها بيانات العربية وتصدق من البعثة المصرية من السفارة بتاعتنا يعني. طيب أنا مصري وعايش في الخليج، ينفع اجيب عربية اي زي شتبات عندنا بالظبط؟ الله ينور عليك يا عمرو. طب انا مصري عايش في الخليج، ينفع اجيب عربية من اوروبا؟ اقول لك بقى، ما احنا برضو المصري ناصح يقول لك ايه، طب انا اجيبها من اوروبا، فلو جبتها من اوروبا، اوروبا الاتحاد الاوروبي تحديدا عندنا اتفاق اسمه اتفاقية الشراكة ما بين مصر واوروبا، يبقى ده معناها ان ما عليهاش اي جمرك، هي اتفاقية الشراكة بتقول ان العربية ما عليهاش اي جمرك. صح، بس انت عايش فين؟ عايش في الخليج، بس انت عاوز تنزلها من اوروبا. شوف الحكومة هنا جاوبت لك، قالت لك في حالة الرغبة في شراء السيارة من احدى الدول الاوروبية، فيتعين ان يكون شحن السيارة في هذه الحالة من دولة الاقامة. يعني لو انت في السعودية هتشحنها من السعودية وليس من الدولة الأوروبية مباشرة. طيب فهمي هنا بقى إيه؟ كده مش هتطبق على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فأنت كده هتحط الوديعة المصرفية دي أو الوديعة البنكية دي هتحطها كل حاجة بالجمرك حلو، لكن لو أنت عايش في ألمانيا هاتها من ألمانيا عادي، عايش في فرنسا أهلا، أسبانيا وسهلا، إيطاليا يا مرحبا، ماشي. طيب مش غلش دماغك قوي يعني، هقولك ليه بقى، دي الحاجة اللي هتضايق التجار. ليه بقى؟ التجار بيعملوا لعبة قواريب برضو دقرم يعني، يقولك بص انت في السعودية، طب بص احنا هننزل لك عربية من أوروبا على اسمك، وهنشوف لك الرسوم بتاعتها ايه ونحطها، بس مالكش فيه بقى، احنا هناخدها وننزلها وهنبيعها، فالتاجر هيشغل دماغه عليك وعلى الدولة. ده اسمه كلام يعني، انت عاوز تبقى تاجر انصح من الدولة ما تجيش؟ كل سنة وانت طيب، الحمد لله على السلامة. طيب تعالى مثلا نشوف ايه، هل سأطالب بسداد اي مبالغ اخرى لدى اتمام اجراءات الافراج الجمركي عن السيارة في مصر؟ الإجابة لن تتم مطالبتك بسداد أي مبالغ تحت مسمى ضرائب أو رسوم حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول. يطلع بقى مثلا الميناء ده في العين السخنة، يطلع الميناء ده السويس، يطلع العين الميناء ده بورسعيد، يطلع الميناء ده اسكندرية، زي ما يطلع. من الوارد، خد بالك بقى من الجملة دي، من الوارد تحصيل مبالغ أخرى بين قوسين بسيطة وبالجنيه المصري كمقابل خدمات عن بعض إجراءات المعاينة أو الفحص أو المطابقة الروتينية. يعني معاينة وفحص يعني، يعني احنا بنتأكد انه هذه السيارة مطابقة للمواصفات. طيب هل ممكن يبقى في حاجة تؤدي الى رفض اصدار الموافقة الاستيرادية؟ ايه بقى؟ لو
في شك حول مصدر تدبير المبلغ النقدي المستحق كان من داخل البلاد. احنا لازم نفهم ايه عشان برضو ما يبقاش في لعب، ما يبقاش في حاجة من تحت الترابيزة الذي منه يعني. طيب إذا ثبت عدم استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو عدم رفع المستندات المطلوب رفعها في مرحلة التسجيل المبدئي، طب إيه البنك المفتوح في حسابي في دولة الإقامة ما بيطلعش شهادة بنكية تفيد رصيد حساب الطالب البنكي اللي يتم التحويل منه إذا كان يغطي قيمة المبلغ النقدي المستحق؟ رد الحكومة: نكتفي بتقديم كشف حساب بنكي بيبين بيه حركة الإيداع والسحب عن 6 شهور سابقة عن تاريخ التحويل، زي اللي انت بتقدمها كده لما تيجي تجيب مثلا عربية بالتقسيط من مصر، حاجة سهلة خالص. طيب يا جماعة ايه مصير المبلغ اللي هدفعه؟ كل دي حاجات برضو بالمناسبة هي مفيدة ليك وتقفل الباب بقى على ايه؟ على تفاهات وسخافات وسخائم الإخوان عشان هيشتغلوا لك في القصة دي. ايه مصير المبلغ النقدي اللي انا قمت بتحويله لحساب وزاره الماليه في البنك الاهلي لو حصل رفض لطلبي؟ يتم اختارك على الحساب الالكتروني بالرفض وخلال 5 أيام عمل من تاريخ الرفض يتم رد المبلغ المالي على نفس حسابك البنكي، هترجع لك الفلوس في 5 أيام عمل. يعني مثلا حد 2 3 4 خميس، ما تحسبش جمعه وسبت. طب لو انت قدمتها يوم الخميس عد من يوم الحد برضو، انسى الجمعه والسبت. هل أقدر أرجع في كلامي عن استكمال إجراءات الاستيراد بعد صدور الموافقة الاستيرادية؟ أيوة فندم ينفع، والاسترداد هيكون في الحالة دي بعد انقضاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية عام من تاريخ الإصدار. طيب إمتى مسموح لي أستبدل العربية اللي أنا سجلتها أول مرة؟ أي وقت استبدل العربية طالما ما عملناش إجراء التسجيل النهائي ولا إصدار رقم ACID. الأسد ده ما طلعناش الرقم، خلاص مفيش مشكلة لو نظام التسجيل مسبق للشحنات. طيب في حالة الاستبدال هل بتصدر لي موافقة استيرادية بمدة صلاحية سنة جديدة؟ برضو تشغيل مخ يعني. لا، في حالة الاستبدال الموافقة الاستيرادية الجديدة هتستكمل ما تبقى من مدة الموافقة الأصلية. طيب ينفع اغير مينة الشحن؟ يا فندم تقدر تغير مينة الشحن طالما ان ميناء الشحن الجديد يقع في دولة الاقامة ذاتها. يعني مثلا عايز اطلعها من الميناء كذا في السعودية، طب انا دلوقتي هغير، لازم تغيرها الميناء تانية في السعودية، ما تروحش بقى تاخدها من ميناء مثلا في الكويت، قطر، بحرين، سلطنة عمان، الامارات العربية، لا ما ينفعش، لازم من نفس ذات الدولة. طيب أنا موجود في دولة من الدول الحبيسة ليس لها مواني بحرية، أعمل إيه؟ فالإجابة لو كان باستطاعتك شحن العربية من أحد المواني البرية، ما في مواني برية في دولة الإقامة اللي هي الدولة الحبيسة، فأهلا وسهلا تقدر تشحنها من أي دولة تتمتع في علاقتها بمصر بذات المعاملة التجارية الجمركية. ده مثلا. طب يجي يقول ده أكيد هيلعبوا عليه الإخوان، عشان كده أنا هختاره لك بقى السؤال ده بقى، ثم أسئلة كتير قوي. أنا خايف من تداول بيانات حسابي في البنك وكشف الحساب الخاص اللي بيطلب مني. الحكومة بتجاوب: مش هيتم الاطلاع على أي بيانات بنكية خاصة بحضرتك أو فحصها إلا من خلال مختصين البنك المركزي، ولن يتم تداولها مع أي جهة داخل الدولة. حلو كده. ايه كمان يا يوسف؟ في بعض الدول فيها حظر على غير مواطنيها ان هم يفتحوا حساب بنك، اعمل ايه في هذه الحال؟ هتروح تحصل على شهادة بالمضمون ده من وزارة الخارجية في الدولة اللي انت فيها، طالما بتقول الدولة دي ما بنعملش حسابات لغير المواطنين يعني الوافدين، لا، فانت هتروح لوزارة الخارجية في البلد اللي انت فيها وبتاخد شهادة من ده او من احدى البعثات اللي بتعين لاصدار هذه الشهادات، وتستثنى في هذه الحالة من شرط التحويل من الحساب البنكي بذات دولة الاقامة، ساعتها بتحط الفلوس من جوه زي ما بيتقال يعني. بص هو في اسئلة كتير جدا، وبالمناسبة كل ده هتلاقيه منشور على الجريدة الرسمية بالتفصيل. ازيدك بقى من الشعر بيت. السؤال الشهير:
والصفحة الرسمية بالمناسبة برضو بتاعة الحكومة هتلاقيها على الفيسبوك، نشر لك كل حاجة. هزيد بقى من الشعر بيت اللي هو إيه؟ سؤال الأسئلة. أنا هحط كام؟ يعني افترضنا العربية تمنها كذا، هحط كام بقى في حساب وزارة المالية اللي في البنك الأهلي ده؟ هتلاقي جدول جايب لك كل أنواع العربيات اللي نعرفها. والله العظيم أنا قعدت أتفرج على الجدول لابس النضارة بقالي مثلا بتاع نص ساعة، لقيت ماركات أنا معرفهاش. حلو. من أول العربيات 2019، نفسي أجيب عربية كهرباء يا عمرو، والله نفسي، أمل حياتي، بحلم بالموضوع، بس عليها كم مقصات كتير أو مش هقدر أجيبها دلوقتي. المهم يعني الجدول بقى في العربيات من أول موديل 2019 لحد 2023. طب عربيات إيه؟ عربيات بنزين، عربيات هجينة اللي هي بنزين على اسمه إيه ده؟ على كهرباء، عربيات هجينة اللي هي موتور الكهرباء أقل من 20%، لأنه في عربيات هجينة موتور الكهرباء فيها بيدي باور أو قوة أكتر من 20%. طب هو جايب لك الأكتر والأقل. حلو. عربيات كهرباء بس، الساعات اللترية كلها، كل حاجة جايب لك بقى إيه؟ والله العربية ماركتها كذا، مش بس الماركة، طب الموديل تمام، طب سنة الصنع، طيب هي كهرباء ولا هجين ولا هجين متفوق، هنسميها هجين متفوق، مفيش حاجة اسمها كده يعني، بس هنسميها كذلك. يبقى كهرباء، بنزين، هجين، هجين متطور، خلاص كده؟ طيب من 2019 لحد 2023 ساعات لترية، كل الساعات اللترية. طيب الماركة والموديل، العربية كذا، ما أنا مش هقدر أقول ماركات ولا موديلات، العربية مش عارف العلامة التجارية الفلانية أو العلامة الفلانية، أنهي موديل فيهم بقى، دي ولا دي ولا دي، ويحط لك يقول لك إيه، والله لا، والعربية دي هتحط عليها المبلغ الفلاني. طبعا أنا أدي لك النصيحة الخالصة لوجه الله تعالى، أضبط نفسك كهرباء. ليه؟ الكهرباء معلاش غير القيمة المضافة، حلو 14% 100 فل. بالمناسبة تقدر تجيب عربية ألماني من النوع اللي هو الترلملم، مش أعلى حاجة ألماني يعني، نمرة 2-3 يعني، تلعب مركز تاني وتالت يعني، مش هقولك اسمها إيه، كهرباء 100% 10/10، كل رسومها ما يكملش 7300 أظن، حاجة كده، والله أدور لك عليها يعني، دولار طبعا، ما أنت بتسترجعهم بعد كده يعني، هتعدي الخمس سنين وهتسترجعهم، فعمليا أنت ما دفعتش حاجة، يا دوب تمن العربية، تكلفة الشحن بتاعتها على المركب، الرسوم اللي قالت عليها الحكومة اللي هي وارد تحصيل بعض الرسوم علشان المعاينة والفحص وما إلى ذلك، وبالجنيه المصري. السلام عليكم. كده بالمناسبة التاجر ما يشتغلكش. ليه بقى؟ تجار الكهرباء في مصر مش كلهم، تجار اللي هي عربية الكهرباء مش كلهم، بس كتير منهم أباطرة اشتغالات. ليه بقى؟ هو بيدي لك العربية فبيبدو سعرها حنين، هي سعرها مش حنين ولا حاجة، يبدو هو كسبان فيها بالميت 100-150 ألف جنيه في جيبه، في جيبه هو دفعك تمن العربية ورسومها وشحنها وتخلصها الجمركي عند مكتب التخليص والرسوم اللي بتدفع بالمصري بتاعة الفحص والمعاينة ودفعك الأرضية وكله تمام التمام، وضرب له في جيبه 100-150 ألف جنيه على صباح الفل. يعني في عربية شهيرة جدا بتتباع بقالها كام شهر كده في مصر، كهرباء 100%، التجار بيبيعوها بحوالي 850-900، حضرتك تعرف تنزلها ب 650-700 يوم ما تقطع نفسها. الميزة فين بقى؟ ما بقاش في سوق سودة، السعر بتاع المركزي هو سعر الدنيا كلها. سلام عليكم، محدش يشتغلك. والمسألة مش صعبة يعني، برضو وزارة المالية ومصلحة الجمارك مسهلين عليك الدنيا، العالم بين يديك، التليفون ده عليه أبليكيشن تخش تعمل كل حاجة وتعرف جماركك وتعمل التسجيل المسبق للشحنات اللي هو الاي سي اي دي ده، وتخلص كل حاجة وميت فل واربعتاشر، وتروح باشا على المينا تاخد عربيتك وتروح، تروح ترخص. أزيدك من الشعر بيت بقى، آخر حاجة بقى، آخر بيت بقى في هذا الشعر، العربيات الكهرباء تراخيصها في الولا حاجة، أرخص من البنزين بكتير،
بكتير. الحكومة برضو، الحكومة عشان تشجع الناس تشتري، هتيجي تقولي طب أنا دلوقتي يعني أشتري عربية كهرباء وأحتاس بيها. بص، اعرف فين الأماكن في المدينة اللي انت فيها اللي فيها نقاط الشحن، ناحيتي مثلا 6 أكتوبر والشيخ زايد مش عارف. بص يعني محافظة القاهرة فيها كتير، اسكندرية فيها كتير، الدقهلية فيها كتير، تحديدا جوه مدينة المنصورة. ماشي، غير كده اسأل الأول، إلا لو عندك بيت بتاعك أنت تملكه يعني، مش 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 شقة في العمارة، فأنت هتعرف تشحن في البيت. ربنا يزيدك ويزيدنا والأمين. طولت عليكم؟ قول طول، لكن مش هطول، احنا عايزين نروح لفاصل صح؟ وبعدين نبدأ بقى فقرتنا الرئيسية ونوع بقى ايه، عاوزين نتكلم على موضوع برضو مهم جدا النهاردة في فقرتنا الرئيسية في هذا البرنامج. هي ايه بقى؟ ايه هي ابرز برامج التكيف مع المتغيرات المناخية؟ تنورنا في الاستوديو بعد الفاصل مباشرة دكتور نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. بعد اذنكم استنونا. مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، تتعاظم مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة. فبالرغم من أن المياه تغطي أكثر من 70% من مساحة الأرض، إلا أن 2.5% فقط من المياه على سطح الأرض صالحة للشرب. وما يزيد من صعوبة الأزمة هو تزايد تلوث كميات المياه المتاحة للبشر، سواء عن طريق الأسمدة أو التلوث الصناعي أو الملوثات الأخرى. ناقوس خطر عالمي آخر يطرقه وحش مخيف اسمه الجفاف. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعاني 85% من مساحة ولاية كاليفورنيا من جفاف خطير، وباتت مدن ومناطق زراعية تعاني من نقص المياه، وهو ما ينذر بخروج الأمور عن نطاق السيطرة. وفي أوروبا عانت دول عدة من جفاف غير مسبوق الصيف الماضي. ففي مدينة ليون الفرنسية قررت السلطات حظر استخدام المياه في غسيل السيارات أو ري الحدائق المنزلية. وفي المجر شهدت البلاد شهورا من الجفاف هي الأكثر منذ عام 1901. أما بريطانيا فقد أعلنت خلال صيف 2022 حالة الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد. وفي أفريقيا تتسع مخاطر رقعة موجة الجفاف الحالية في بلدان القرن الأفريقي، والتي من المتوقع أن تطال تأثيراتها المباشرة أكثر من 40 مليون شخص من سكان المنطقة، ويتوقع أن تؤدي إلى نفوق مئات الآلاف من الماشية والحيوانات البرية. وإذا كانت الأرقام التي ترصد وقع أزمة المياه عالميا تشير إلى صعوبات قادمة، فإن الصورة في المنطقة العربية تبدو مخيفة لوقوعها جغرافيا في حزام المناطق الجافة وشبه القاحلة. وتشير إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى أن نصيب الفرد من المياه العذبة سنويا في المنطقة العربية بلغ 800 متر مكعب في عام 2019، وسيتعرض للتناقص عام 2025 ليصل إلى 667 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن متوسط نصيب الفرد من المياه عام 2025 سيمثل نسبة 20% مما كان عليه عام 1955. طيب يعني واضح أن احنا النهاردة عندنا أكتر من مناسبة شاءت المصادفة القدرية إن هم يكونوا مع بعض. فخلونا الأول نرحب بضيفتنا العزيزة داخل الاستوديو دكتور نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. منورانا يا دكتور. أهلا بحضرتك. النهاردة يوم المية وإحنا بنتكلم على كوب 27، وحضرتك أستاذ في هذه البحوث بالتحديد، وقلت لي كمان في الفاصل إحنا كده بقالنا تقريبا 40 سنة من وقت إنشاء الكلية، فهي مصادفات قدرية جت على حظي الكويس الحمد لله. هبدأ الأول على مسألة أنا إزاي أقدر أعمل تكيف مع هذه المتغيرات وتحديدا في المية. وعندنا إحنا من البلاد اللي عندها ندرة مياه ونعاني من فقر مائي كما هو معلومة معروفة معلن. المنطقة بالكامل فيها مشكلة مية عندنا على الأقل في المنطقة العربية. هعمل إيه؟ إحنا المفروض اللي إحنا عندنا فقر مائي دلوقتي. يعني تنصيب الفرد 500 لتر للفرد في العام، والكوكب ضرب حرارته بتطلع بالظبط، فالبخر يزيد بالظبط. احنا متوقعين ندخل على 350 متر مكعب للفرد في العام على 2030، يعني يبقى شح مائي، يبقى عندنا شح مائي في مصر.
والدول الشحيحة يعني حتى موجودة باللون الأحمر كده في الخريطة للأسف، رغم وجود نهر النيل برغم وجود كل الموارد المائية اللي عندنا. فإحنا لازم يعني والحمد لله الدولة خدت في الاعتبار في رؤية مصر 2030 وفي خطة الاستراتيجية للتغير المناخي 2050 خدت في الاعتبار النقص الموارد المائية اللي موجودة. التغير المناخي هيزود المشكلة جدا، هيفاقم المشكلة، ده الوضع الحالي. أنا بتكلم عن الوضع الحالي دون تغير مناخي، دون حاجة خالص، بوجود الاعتياد السكانية، بوجود المشروعات اللي موجودة عندنا، إن هي المصدر الماء إحنا دولة مصب مش دولة مصدر ماء، وبالتالي المصدر مش في إيدينا، الحنفية مش في إيدينا، فبالتالي إحنا عندنا متغير تاني خالص هو التغير المناخي. لو ما خدناش بالنا منه ده هيبقى فيه مشكلة، ومشكلة كبيرة يعني خاصة بالمياه. العالم كله بيتكلم على أزمة المية بالظبط، وبعض وكتير جدا من دول العالم بتعاني مما نطلق عليه تصحر. أنا في مصر هتعامل إزاي مع هذه المتغيرات ومع التحديات دي؟ بالظبط، إحنا عندنا أكتر من حاجة. أول حاجة موارد مائية متجددة لازم نروح، مش مجرد نهر النيل فقط لا غير. عندنا اتفقنا على كذا محطة تحلية، والحمد لله مصر متجهة اتجاه شديد نحو التعاقد على محطات تحلية. موجودة في محطة تحلية أكبر واحدة في العالم، موجودة في محطة الضبعة الطاقة النووية. عندنا في إعادة استخدام مياه السيول في سيناء وفي الساحل الشمالي، عندنا مشاريع كتير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، بس أنا عندي يعني شوية كومنت عليها إن أنا لازم أستخدمها بعد المعالجة المناسبة عشان أنا ما حلش مشكلة وأزود مشكلة أخرى. صحيح، بس إحنا أظن إننا بنعمل كده، بنعمل كده بعد المعالجة المناسبة. فإحنا عندنا أكتر من مصدر متجدد للمياه، ده موجودة في الدول جيراننا بيستخدموا استمطار السحب وسبتاره، بس احنا ما دخلناش فيها دلوقتي، لكن احنا دي برضو من الحاجات اللي موجوده في العالم كله. المياه المعبئه جايه من مياه صرف صحي معالجه في سنغافوره وفي دول كتير، يعني احنا عندنا موارد كتير ممكن نستخدمها. سنغافوره بيعملوا معالجه مياه لدرجه انها تتحول لمياه شرب معبئه ومكتوب عليها جايه من مياه صرف صحي. يعني في موارد جديده لازم احنا نفكر كده، ما ينفعش تحليه مياه البحر. تحليه مياه البحر دي لازم وجوبيه دلوقتي، مش اختيار، يعني دي حاجه وجوبيه علينا. لازم احنا على طول مثلا مشاريع اخرى في عين النيل زي مشروع نهر الكونغو، زي مشاريع اخرى موارد اكتر من النيل الابيض اكتر من النيل الازرق، فدي برضو الدوله متجهه فيها وبتشتغل فيها. في لازم دي اول حاجه. تاني حاجه المحافظه على نوعيه المياه اللي موجوده، كل نقطه مياه احافظ عليها، انا لازم استخدمها واستخدمها صح. فكل نوعيه مياه ما نوست المياه اللي موجوده، المصانع تبقى ما ترميش مخلفاتها داخل المياه، يبقى في على طول رصد نوعيه المياه اللي موجوده عندي عشان ما يحصلش تلوث، محطات المياه الشرب تشتغل بكفاءه عليا، يعني في حاجات كتير محافظه على نوعيه المياه اللي موجوده اوريدي عندي، اللي موجوده اصلا عندي. ثالث حاجه ان انا ترشيد استهلاك المياه، وده المواطن بقى، ده دور المواطن في البيوت. يعني كنت بتتكلم في البرنامج على قانون البناء، كان نفسي اقول حاجه بصراحه خاصه بالمياه، ان انا لازم اعمل مياه رماديه. يعني ايه مياه رماديه؟ يعني في البيت حضرتك بيبقى عندك ماسورتين بس، مياه زرقاء بلو ووتر، ومياه سوداء اللي هي الصرف الصحي. كل بلاد العالم عندهم مياه ثالثه اسمها جري ووتر، مياه رماديه. ايه المياه الرماديه دي؟ غسيل الايدين، غسيل الاطباق، الدش، الحمام، دي كلها بيعملوها ويعملوا بيها فلاش للتويلت، بيملوا بيها السيفونات. ما ينفعش انا املى السيفونات دي بمياه انا الدوله مكلفه الاف الجنيهات عشان تعالجها، مستحيل. ده اهدار للميه داخل 40% من الميه المستخدمه في البيت انا بهدرها. دي هتوفر فلوس فاتوره ميه على المواطن، هتوفر فلوس على الدوله، هتوفر حاجات كتير قوي. فلازم قانون البناء والاسكان يفرض على المقاول الجديد ان هو يعمل ثلاث خطوط في البيت. واحنا كان عندنا زمان في حي المعادي كده زمان في مصر، للاسف الشديد اتلغت معرفش ليه. فده قانون البناء والاسكان اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه، انا اول ما سمعته اللي كان لازم يدخل حاجه، لازم في الفتره القادمه توفير وترشيد استهلاك المياه داخل البيوت. دي بقى اهميه انه تبقى الضيفه هي شغلتها وحياتها حياتي كلها قايمه على قصه المياه دي. طيب انا هستاذن، هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام، لان انا عجبني جدا الكلام في الحكايه بتاعت انا كده هروح اسال والدتي في البيت لان هي معادي، فانا هروح اسالها حكايه المياه الرمادي دي، انا مش فاكر الحاجات دي وانا صغير. خلونا نروح للفاصل، نرجع مره ثانيه لدكتور نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس. انتظرونا بعد الفاصل. القعده مع العلماء
حاجة تانية برضو. خلوني أجدد، أقول لك ليه. خلينا الأول أجدد الترحيب بدكتور نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. بقول ده بناء على اللي حضرتك قلته لي، بتتكلم على إنه لازم يا جماعة في البرلمان ما تعالوا نقول لكم على شوية حاجات تانية متعلقة بمخلفات البناء. قولي لي الكلام ده، لأنه ده جزء برضو رئيسي في مسألة التعامل مع المتغيرات المناخية اللي بتحصل. بالضبط، أنا بحاول أحافظ على الموارد الطبيعية بتاعتي. مخلفات الهدم والبناء كلها موارد طبيعية، كلها حديد ونتيجة الهدم والبناء ومخلفات الإسكان كلها حاجات موارد طبيعية لازم أحافظ عليها. وأنا لو عدت تاني تصنيعها داخل المصنع هستهلك كهرباء وهستهلك مية وهستهلك موارد أخرى، وبالتالي يبقى في هدر في الموارد. أنا ليه أنا ما أحطش في القانون بتاعي إعادة إن أنا ممكن إعادة استخدام هذه المواد، تدويرها في البناء الجديد بشروط معينة، وحط لها كود وحط لها يعني مواصفة خاصة بها هندسية وعيد استخدامها. عندنا يعني ملايين من الطن من المخلفات. في ناس بره بتاخد المواد دي، انا شفتها مره في فيلم تسجيلي كده، بتتفرم وتطحن وتتحول لبودره. بالضبط يعني بالظبط، في كسرات الحاجات اللي هي ما ينفعش اعاده تدبيرها زي ما هي. الحاجات التانية بتعملها كسرات كلها بتطحن وترجع تستخدم تاني داخل البونه. فهي دي موجوده في المانيا وبيستخدموها من زمان. طب ليه احنا ما بنعملش كده؟ الخرسانات والطوب القديم وكل حاجه، كل حاجه ناتجه من الهدم والبنى. عندنا كتير في كل المحافظات موجوده مخلفات، وبعدين عامله صوره غير حضاريه في المحافظه وتلوث ليها ومش عارفين نتخلص منها، وهدر الموارد موجوده فيها. فليه القانون ما يسمحش ان احنا بمواصفات، طبعا بمواصفات هندسيه لكل حاجه، نقدر ان احنا نستخدم الموارد دي نعيد استخدام تدويرها داخل المباني الجديده. يبقى احنا كده وفرنا استهلاك طاقه في المصانع، وفرنا استهلاك ميه، وفرنا موارد، وكمان حلينا مشكله مخلفات الهدم والبناء. والله الحاجات دي بالنسبه لي برضو مهمه، لكن انطلاقا من انه الكليه بقى لها 40 سنه ده معناها انها طلعت الاف الابحاث والاوراق البحثيه. احنا عندنا الكليه بوست جرادويت، يعني بتعمل ماجستير ودكتوراه. كل الموظفين في الوزارات المختلفه ومهندسين ودكاتره، عندنا 7 اقسام هندسه وطب وزراعه، كل المجالات اللي ممكن تتخيلها، وانسانيات واعلام بيئي واقتصاد وقانون واداره بيئيه وزراعه بيئيه، كل التخصصات اللي ممكن تلاقيها. هو عنده مشكله في وزاره الزراعه، مشكله خاصه بالبيئه، بيجي عندي المهندس الزراعي او اللي بيشتغل في الزراعه يجي يكمل دراسته نحل له. هي كلها دراسات تطبيقيه، احنا بنحل له بالبحث العلمي وبالتكنولوجيا الحديثه، بنحل له مشكلته اللي موجوده في الوزاره بتاعته، وبنشوف احتياجات الوزارات وبيعمل عليها الرساله بتاعته كماجستير او دكتوراه. مش مجرد بحث نظري خاضع للتطبيق. لا خالص، واحنا خدنا شرط ان احنا التسجيل لازم يكون فيه حد من الصناعه او حد من الوزاره بتاعته، حد في ايده في الشغل، حد ايده فني وتطبيقي في الشغل. وبالتالي ده الدوله عايزه كده، الدوله عايزين نساعدها. احنا ما بنعملش الرسائل عشان نحطها في المكتبه على الرف، احنا عايزين حاجات تطبيقيه تساعد الدوله على حل مشاكلها. احنا كجهه، احنا ككليه دراسات عليا وبحوث بيئيه، لازم نحل المشاكل دي. وفي مجال التغير المناخي عملنا حاجات كتير جدا. زي ايه؟ يعني احنا اول حاجه عملنا مثلا وحده خاصه بالتحول الاخضر. دي وحده، حضرتك عارف مبادره التحول الاخضر، بنشكر فخامه الرئيس عليها جدا، مبادره مصر سباقه فيها، عملها 2020 قبل حتى قمه المناخ. صحيح. فيها 6 نقاط بتوضح كل حاجه، بتوضح ترشيد استهلاك الطاقه، ترشيد استهلاك الميه، تدوير المخلفات، تمكين المراه، تمكين الشباب، زياده الوعي بالبيئه، كلها حاجات خاصه وكلها بتساعد على حل مشكله التغير المناخي. احنا جينا عملنا في الكليه دراسات وابحاث، وعملنا ماكينات تطبيقيه بروتوتايب لكل حاجه فيها، يعني بروتوتايب للطاقه الشمسيه الطالب يعملها ويشوفها وبيشحن منها موبايل، بروتوتايب لطاقة رياح موجودة وتشتغل بالليل. عملنا زراعة أسطح، زي ما حضرتك كنت بتتكلم على زراعة بدون تربة، اللي هو استبدل التربة بزراعة مائية وبوفر 80% من المية، ودي هتحل مشكلة. أنا نفسي أبص بالطيارة كده أشوف كل مباني مصر متغطية بزراعة خضراء. يا ريت. دي أولا مش مكلفة، الوحدة حوالي 5000 ل 7000 جنيه، الشاب حديث التخرج ممكن يعملها، بتجيله عائد في خلال 3 شهور. المرأة المعيلة ممكن تعملها في بيتها وهي قاعدة. احنا خدنا ذوي الاحتياجات الخاصة البنات، علمناهم الصم والبكم وطلعوا فيها منتجات وبيبيعوها، بيجي لهم دخل. فانا من ناحية بعمل تمكين اقتصادي للمرأة، من ناحية بحافظ على البيئة. بالزبط. من ناحية بزود الانتاجية وبزود الاكسجين وبمتص اكسيد الكربون، بخلي بدل مناظر فوق في يعني للأسف يعني مهملات مخازن فوق العمارات حاطين فيها حاجات كلها يعني كراكيب بنقول عليه، يعملها كلها زراعه اسطح والبلكونات، منظر حضاري جميل، منظر جميل. انا ما روحت شرم الشيخ، يعني انا فخوره بلدي، فخوره برئيس بلدي ان انا شفت جمال. العين بتشوف الجمال، العين صح بتعود. انت شفت مدينه جميله،
انت عملت تصالح مع الطبيعه، كان في ثوره للطبيعه الفتره اللي فاتت، انت عملت، انا بقول دي مصالحه مع الطبيعه، احنا كلنا يعني انا عاشقه للطبيعه، عاشقه للبيئه من زمان، من اول ما اتخرجت من هندسه اشتغلت في مجال البيئه على طول، وكان لسه 93 كانش لسه حد شغال في البيئه خالص. رحت سافرت هولندا كملت دراستي هناك، كانوا مستغربين ان مصر مهتمين بالبيئه من 93، وكان لسه بدايه الاهتمام بالبيئه في العالم. فانا رحت شرم الشيخ لقيتها كل حاجه جميله، كل حاجه الناس بتتكلم، اولا مقتنعه الشباب وكله مقتنع ازاي هو يحافظ على الطبيعه، عايز يجي الطبيعه حقها، عايز يتصالح معاها، عايز يعمل، يعني فعلا في نيه صادقه وفي اراده سياسيه، هي دي المهمه. صح. يعني هي دي المهمه اللي هتنجح اي موضوع. فالموضوع الحمد لله ناجح جدا، يعني شفت مبادرات زي ما حضرتك قلت في التنفيذ، ان في توقيع عقود فعلا. صح. بالتنفيذ خلاص. ما بقاش في يعني كلام، ما بقاش في كلام، هي ليست مجرد وعود مطلقه في الهواء. بالعكس، يعني بالعكس ده حاجات ابتدت من خلال المؤتمر وبتشتغل، يعني ابتدت وتوفير فلوس وتمويل، خصوصا ان مصر قدمت، يعني هي ملف مصر قوي جدا. ليه؟ لانها بدات بحاجات تنفيذيه، هي ما اتكلمتش، عملت استراتيجيه للمناخ ابتدت تنفذ فيها، ساعدت، عملت سندات خضراء، اشترطت ان المشاريع كلها يكون فيها جزء اخضر عشان التمويل، بقت تستخدم طاقه جديده وكهرباء وسيارات كهرباء، ابتدت فعلا بالتنفيذ. مصر عملت الهوم ورك بتاعها يعني تالت وتالت. فانت ما بتشوف بلد، هي خلاص هي فعلا ابتدت بحاجات منفذه مش مجرد كلام. احنا يعني فعشان كده فعلا دي قمه التنفيذ، وكنت فرحانه جدا، انا كنت سعيده باللي انا شفته، وكان ده املي وطموحي من ايه، من 40 سنه، يعني انا من مهتميه بالبيئه من 40 سنه من ساعه ما اتخرجت، يعني فانا شفتها على الطبيعه، شفت قد ايه مصر وقد ايه الدول بتحترم مصر وبتصدقها، لانها شايفه حاجات منفذه فعلا، شايفه في حاجات وشايفه في اجراءات وشايفه في زي ما قلت اراده سياسيه جامده جدا من كل الحاجات، من كل الوزراء، كل مقتنع بالموضوع، مقتنع بالمشكله، وعايز فعلا يطلع بتنفيذ. العقول المصريه كانت دائما منتجه ودائما لديها ابحاث، بس ما كانش في اراده حقيقيه لده، لما اصبح في اراده سياسيه مؤمنه بده فكل ده خرج للنور. دكتور نوح، دهمنا الوقت للاسف الشديد، بس انا مبسوط جدا بالمقابله، ومبسوط جدا بان احنا عندنا كليه متخصصه في هذه الامور وعمرها 40 سنه، يعني عندنا ابحاث من هنا لحد جبل المقطم. وبالتالي مع توافر الاراده السياسيه كده الواحد يطمن ان هذه الابحاث هتخرج للنور، وهيبقى في المزيد من الابحاث التطبيقيه اللي هتطلع البلد لقدام. نورتينا وشرفتينا، ولازم نتقابل تاني وثالث وعاشر. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، شكرا جدا لحضراتكم. ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.